بحبش يضحك. منفعل يعني الفكرة اي عدى حاجة. سنين ربي وانا خم فاهمي. عملت ان ايفينمون عم ناول في فرنسا اللي اسمه لا تور باري 13، اللي خدينا عليه معناتها تلقى برشا اشهار برشا مقالات، خدينا 1800 مقال في العالم. معناتها اللي صار في فرنسا هو عمارة بتاع تسعة طوابق معناتها، وجبت 108 108 ارتيست من العالم كامل، ودهنوا لي كل واحد عطيته بيتي دهنا. دوك عملت الحكاية، عملت متحف كبير، أكبر متحف في العالم بتاع ستريت ارت. ومن بعد كل شيء تهدم، كل شيء اتكسر، معناتها نحينا كل شيء، هدمنا العمارة الكل. دوك حبيت نرقى فكرة أخرى باش تونس وتتشهر معناتها بصورة إيجابية، مش مزينة. ولا حاجة الناس كل تجي تنتج في البلاد هذه. وكا انت خمنت في الفكرة، كيفاش خمنت في جلبة بالذات؟ علاش اخترت جلبة؟ علاش ما اخترتش كاستور مثلا ولا من الأول، حاجة من أخرى؟ الأول حبيت معناتها، من الأول اخترت خديتها ورية بعيدة برشا. من بعد خممنا في هرقلة قريبة برشا سوسة، معناتها ياسر برشا ناس مش نخدمو. بعد خممنا حتى في تكرونة كيف بعيدة، كانت تحط الناس في الحمامات، تقعد ماشي جاي بالكيران واحد ما تجيش. دونك بدينا نهبطوا للجنوب، وفي الجنوب اخترنا بلاصة قريبة من المطار، خاطر باش تجيب أكثر من 100 عبد كل مرة تقعد ماشي جاي على المطار، معناتها لازم 10 دقائق ربع ساعة ماكسيموم بتاع طريق بتاع وكهو. هذاك علاش دونك شفنا ها كاردور معناتها من المطار، شفنا من الأول قلنا قلالة في جربة. تسلت واحد صاحبي معناتها جربي، معناتها أستاذ متاع فنون تشكيلية في باريس بحدنا غادي، كم هو يعرف جربة. قلت له قلالة اش قولك فيها؟ قالت لي فك عليك، معناتها شنو فك عليك؟ فك العباد صعاب عليك غادي نصور. صحيح، صعاب ويخدموا لبرا، سورتو يخدموا لبرا ومخلين العائلات نتاعهم هنا. دوك المرا وصغارهم ما ينجموش يخليو لك الحيط تاع الدار هكا ما غير الاذن تاع بوه، ويلزم معناتها يتصل بوه ويحكي له الحكايه، ومعناتها صعيبه الحكايه. دوك قال لي برا شوف فما قريه صغيره عندها ساحه هكا مزيانه برا مطلع. جيت 10 دقائق درت في ساحه عجبتني، شفت زوج شوارع، هاي قلت هاي لهنا وكذا. ليه تو معناتها اون في لو بلو غرو، وممكن في العام نبعثوا 3 4 5 10 ما نعرفش، تو نشوفوا معناتها باش تصوروا توت لي وول يعني الحيوانات. لا فما حاجات تتفسخ مثلا نعاودوهم، فما باش يقعد معرض. نحن لوبجيكتيف سي كو تقعد ان بوان معناتها اون اتراكسيون كولتوريل الجربه. دوك ما يجيش 3 شهور اخرين تعدى من هنا ما تلقى حتى شيء، ولا الدنيا كلها مبيضه ولا ماشي. دوك فوا ان انتروتيان يلزم حاجه تتفسخ مثلا بالوقت، واحد اخر يجي يدن حاجه اخرى فوالا. سي لو موزي ايديال دو ستريت ارت. اسمي ايه طارق، وانا من مصر، من اسكندريه، وعندي 24 سنه، وبرسم على الحيط من 2008. هو المفروض ان دي حاجه يعني تحت البحر، بس انا ما كنتش عايزه اعمل حاجه سرياليه يعني. مش عايزة أعمل حاجة فيها مسج أو كده، ما بعملش حاجات فيها مسج. بقيت صحاب مع الناس اللي هنا كلهم، هما بيعرفوا إن أنا من مصر ببساطة، بيقعدوا يكلموني مصري، وأنا اتفاجأت أصلا إن هما بيتكلموا مصري عشان المسلسلات وكده. بس أنا مش بفهم تونسي، بس هما فاهمين كل حاجة. فن الشارع هو، فهمت يعني فن الشارع، الجرافيتي هذا متاع الشارع، مش يعني معروف، ما تنجمش تقيدهم بموضوع، فهمت؟ كل واحد جاي من بلاد باش يختم الموضوع اللي في باله هو، حتى اذا كان مثلا قلت له لا السوجي مثلا جربه، شو عايش لهنا هو باش يعرف شنو فيها جربه، باش يشوف لها على اساس يعني اللي شافها باش يخدمها، فهمت؟ ومش كلهم يعني يحكوا على مثلا على جربه، فهمت؟ ما موضوع مهم، هو يختار موضوعه، فهمت؟ اعمال ناجحه، فهمت؟ متاع ناس محترفين. اما المشكله ممكن في الحضور مثلا متاع التوانسة ضعيف تقارنهم بالأغلبيتهم أجانب، وهذه مشكلة واحد مش معناها يعني. يا أما ما عدناش شكون يخدم جرافيتي، يا أما فما وما عرفوش كيفاش يوصلوا لهم، والزوز يعني في الحالتين يعني نقطة سلبية دي، فهمت؟ هذا يعني شفت في الخدمة، فهمت؟
أما ناجحة فيها حوايج باهية تخدم السياحة نقولوا تعرف بالمنطقة وهذه يعني أكثر نقطة إيجابية فهمت وتحسن يعني المكان فهمت يعني دخل ثقافة الصورة والجرافيتي والفن الجديد خاطر هذا دخل يعني للبلاد وزيد في الجنوب مش في الشمال الشمال ممكن أما الجنوب ناقصة فهمت إذا كان بشوية بشوية يعملوا حكايات كما هذو باهية الولايات من الصغير خارج من دارهم ماشي يقرأ ولا ماشي يقضي من اللي هو صغير يشوف في أثر مخدومة في الحيط أنا حتى عينها يغذيها فهمت قاعد يشبع فيها يطور الذوق الفني عند الناس.